السلام عليكم ورحمة الله. نكمل بقية المراجعة. السؤال 54. There is someone here. I can hear his. There is يعني يوجد. Someone شخص ما. Here يعني هنا. I can أنا أستطيع. Here أن أسمع إيه. عايزين صوت الإنسان. صوت الإنسان معناه إيه؟ بص كده. Clothes يعني ملابس. Voice يعني صوت بشري. Books كتب. Face يعني واجب. أنا هختار إيه؟ There is someone here. I can hear his voice. I am not in ancient Egypt يعني أنا مهتم بمصر القديمة. في فرق بين interested و interesting. Interesting دي يعني ممتع. Interested يعني مهتم. I am interested in ancient Egypt. She helps in a local school. هي بتساعد في مدرسة محلية. As a كإيه 3 days a week. كمتطوعة 3 أيام في الأسبوع. يعني إيه متطوعة؟ يعني volunteer. يبقى she helps in a local school as a volunteer. كلمة space يعني مسافة. كلمة neighborhood الجي سايلنت معناها الحي وcommunity يعني المجتمع. يبقى هي بتساعد في اللوكال سكول كمتطوعة volunteer. I live in an في هنا an in the city. طالما في an يبقى انا هختار كلمة تبدأ بحرف متحرك ال a او ال e او ال i او ال o او ال u. I live in an apartment block in the city with my family. يعني أنا عايش في شقة سكن في عمارة سكنية في المدينة مع أسرتي. تنت يعني خيمة. مفيش خيم في المدينة طبعا ولا كيف ولا فاكتوري. فاكتوري يعني مصنع وكيف يعني كهف. يبقى أنا عايش فين؟ في عمارة سكنية apartment block. I have a new car helps me go to work. كلمة car دي كلمة حاجة غير عاقل. يبقى تاخد ايه؟ coach. أمال وير؟ لو كان في هنا مكان كنت خدت وير. لو كان في شخص كنت خدته هو. للتي او الذي لغير العاقل معناها which. يبقى انا عندي عربيه جديده التي تساعدني ان انا اروح الشغل فاستر باسرع. He eats rice because he doesn't like it. هو ما بياكلش الرز او بياكله نادرا because لانه he doesn't like it هو لا يحبه. يبقى نادرا يعني ايه نادرا يعني rarely always يعني دائما ودونت يعني لا وما ينفعش اصلا اخد دونت معاه لان هي ما بتاخدش دونت هي بتحب اللي يجي بعديها على طول في اخره اس usually. let's بيجي بعديها الفعل بدون اي اضافات. let's go. how not do you study English 3 times a week يعني كم مرة ذاكر انجليزي 3 مرات في الاسبوع. كم مرة يعني how often. There are many different A of B's. يوجد كثير من أنواع النحل. There are many different species. Species يعني أنواع. When يعني أنواع أو فصائل يعني species يعني ماشي. إنما residence يعني سكان. بينز أقلام. branch يعني فرع. يبقى there are many different species of bees. When we have free time عندما يكون لدينا وقت فاضي we can just ممكن إحنا نخرج and have a good time ونقضي وقت ممتع. يعني ايه يخرج او يتسكع؟ كلمة miss معناها يفتقد. hang out معناها يخرج بس يعني يمرر. taste يعني يتذوق يعني يبقى يخرج او يتسكع مع اصحابه او يقضي وقت ممتع مع اصحابه اسمها hang out. we sometimes احنا قلنا usually sometimes always often never حاجة من الاثنين. يا فعل بعديهم يا اما فعل بدون اضافات او فعل في اخره اسم ماشي. we بقى يبقى لا يبقى فعلا بدون اضافات يبقى we sometimes go. انما لو كان بدل we دي كانت هي خدت جوز. my friend عمرو is intelligent. صديق عمرو ذكي. he is good at math. he is هو كويس في الماث. he is ايه ذكي. ذكي يعني clever. انا عندي كلمة intelligent هي clever. the weather sunny in Egypt in summer. in summer يعني الطقس عادة بيكون مشمس في مصر في الصيف. اولا ما ينفعش اقول فيرب تو بي هو اللي بيجي الاول. احنا قلنا ان كل الافعال بتيجي بعد اولويز. يعني اقول اولويز جو اولويز بلاي اولويز هاف اولويز هاز الا فيرب تو بي اللي هو ام وايز وار هو اللي بيجي الاول. يبقى ذا ويزر از يوجوالي. ما ينفعش اقول اولويز از ولا نيفر از ولا يوجوالي از. خلي بالنا ان كلمه هاو اوفن يعني كم مره. على طول بيجي بعديها يا دو يا جاز. يعني امتى اخد دو امتى اخد داز على حسب. دي عندك هنا نهى يبقى مفرد بتحب الاس يبقى داز. لو كان مثلا مي او يو او زي او منى واحمد او تشيلدرين اطفال او بيوبلز دلاميس كل ده كنت خدت دو. يعني على حسب يبقى هاو اوفن بيجي بعديها ايه دو او داز. على حسب دي نوها ده مفرد يبقى داز. يبقى هاو اوفن داز نوها فيزيت هير جراند بيرنتس.
Egypt is creating a new line for the train station، يعني خط سبت حديد في محطة القطار train station railway line. هاني درينك اس، فعل بآخر اس. أنا عندي doesn't لازم نيجي بعديها مفرد، isn't لازم نيجي بعديها فعل زائد ing، قدامي يا إما never يا إما always، هما دول اللي بيجي بعديهم حاجة بآخرها اس لو قبلها مفرد. طب هاني ده بيشرب كولا، he likes healthy drinks، بيحب المشروبات الصحية، يبقى على طول بيشرب كولا ولا ما بيشربش كولا خالص؟ أكيد لما بيحب الصحي يبقى he never drinks cola. يعني usually، عندي كلمة usually قلنا لما نلاقي usually أو sometimes أو always أو often أو never هبص للي قبليها، لو اللي قبليها مفرد أحط اس، اللي قبليها مش مفرد أحط فعل بدون إضافات، يبقى يا ده يا ده بس. يبقى هاني يوجوالي، هاني ايه مفرد بيحب الاس، هاني يوجوالي goes to school by bus. She doesn't like to talk to strange people، هي ما بتحبش تتكلم مع الغرباء، because she is، لأن هي خجولة يعني شوي. I my cousins every week، I ما بتحبش الاس خالص شيل، وكمان ال ing دي لازم يجي قبليها اما واذا وار، ما فيش يبقى نشيلها. I ما بتحبش الاس ما ينفعش اخد doesn't، يبقى انا بزور I visit. Come ندى I will show you where the classroom is، يلا يا ندى انا هوريك فين الفصل، يلا هي معناها come on. Farmer used to kill insects، يعني that eat the crops، يعني الفلاحين بيستخدموا ايه علشان يقتلوا الانسكتس الحشرات، بيستخدموا chemicals. Farmers use chemicals to kill insects. The result of the students results، يعني نتائج التلاميذ last test في الامتحان اللي فات كانت مدهشة، كانت مندهشة ولا مدهشة؟ كانت مدهشة، مدهشة يعني surprising، إنما مندهشة يعني surprise. My father is a person، person أول ما ألاقي كلمة person يبقى الذي العاقل يبقى هو. Is مجدي the boy، هنا boy ولد عاقل يبقى هو. I am very، I want to eat، أنا أريد أن أكل، يبقى I am very hungry، I am very hungry. My little sister is afraid، كلمة afraid معناها خائفة، وبيجي بعديها حرف الجر of. My little sister is afraid of the dark. When I forget my book at school، لما بنسى كتابي في المدرسة، I can my friend's book، ممكن أشارك الكتاب مع صديقي، يبقى I can share. He tells، هو بيقول me funny stories، بيقول لي قصص مضحكة. He makes me، بيجعلني، كلمة make بيجي بعديها فعل بدون إضافات، he makes me laugh، يجعلني أضحك. أقولها تاني، he tells me funny stories، هو بيقول لي قصص مضحكة. He makes me laugh، بيجعلني أضحك. Number 82، we play basketball in the gymnasium، ما ينفعش غير جيمنازيوم أصلا، جيمنازيوم صالة الألعاب الرياضية، إنما بول يعني حمام سباحة، فاونتين يعني نافورة، لابوراتوري يعني معمل. What is the best animal؟ إيه هو أفضل حيوان to keep as a، تحتفظ به كنوع من أنواع الحيوانات الأليفة، to keep as a pet at home. I really love the red flowers، أنا بحب الزهور الحمراء، دي غير عاقل، التي لغير العاقل which. An ostrich يعني النعامة البجعة is a big bird. An ostrich يعني النعامة is a big bird، هنا طائر وغير عاقل يبقى which. An ostrich النعامة is a big bird which can't fly. Is good for the soil، مفيد للتربة، مين اللي مفيد للتربة؟ Natural fertilizer. Natural fertilizer معناها الأسمدة الطبيعية، Natural fertilizers. Cat make the best cat، هي أحسن حيوان أليف، Cat make the best pets. They want to ride on، هم عايزين يركبوا على a roller coaster. Roller coaster معناها قطار الملاهي، كلمة ride معناها يركب، وكمان كلمة ride ساعات بتيجي بمعنى ألعاب في الملاهي. This ancient mosque، هذا المسجد القديم، has a very high، لديه very high minaret، minaret يعني منارة. He blew out the، يعني هو blew out، blew out معناها طفى، the candle with one breeze، بنفس واحد، candle يعني شمعة. My uncle likes to new places، عمي بيحب يستكشف أماكن جديدة، my uncle likes to explore new places. I am forward to the party، the party أنا أتطلع إلى الحفلة، I am looking forward to. When she much cake she gets،
وهنا عامله زي ايه؟ عامله زي اف، بيجي بعديها وهنا مضارع والناحيه التانيه برضو مضارع. طب وين يعني مضارع مع شي؟ طالما مضارع شي والمضارع بتحب الاس على طول، يبقى وين شي ايتس ماتش كيك شي جيتس ستومك كيك، يعني لما بتاكل كيكه كتير بيجي لها ستومك كيك، يعني مرض في معده، الم في معدتها. اتز هيلب فول، شايفين كلمه اف؟ كلمه اف اهي، حط حواليها دايره، اف بيجي بعديها مضارع بسيط، يعني ايه؟ يعني فعل من غير اي حاجه او فعل في اخره اس لو فيه هي او شي او ات، يبقى it is helpful if you. طب هنا يو اهي، يبقى فعلا من غير حاجه، لو جت هي كنت حطيت اس، يبقى اف او هوين على طول لما بتجيلنا بعديها فعل بدون اضافات او فعل في اخر اس. it is helpful if you write down what you want to do، حاجه تبقى مساعده لو انت كتبت اللي انت عايز تعمله. ماي داد مفرد بيحب الاس، بس فيه هنا ايه؟ كلمه ناو، لما الاقي كلمه ناو يعني الان، لوك يعني انظر، listen يعني اسمع، at the moment يعني في هذه اللحظة أو الآن، at the moment، أو كلمة today يبقى ده present continuous. يعني إيه present continuous؟ يعني مضارع مستمر. لما ألاقي كلمة now أحط قبل الفعل am أو is أو are وبعديه ing، يبقى my dad is watching the match now. She suddenly fell in a and got her clothes wet، يعني فجأة وقعت في بركة المياه وملابسها wet يعني اتبلت. يبقى يعني ايه بركة مياه صغيرة اسمها بادل؟ امال يعني ايه جلاس؟ يعني زجاج. يعني ايه مينرت؟ يعني مأذنة. ويعني ايه هايت؟ يعني المرتفعات. وي سيلبريت، شم النسيم سبرينج، سبرينج ده حاجة كبيرة، من اول الشهر قلنا حاجات كبيرة، جانيوري وبعدين سبرينج او سمر او السنة او القرن، كل دي حاجات كبيرة، مواعيد كبيرة بتحب الان. يبقى هي بتحتفل بشم نسيم واحنا بنحتفل بشم نسيم ان سبرينج. وي جو تو هرجادة سمر افري داي، سمر برضه اهو، سمر سمر برضو عامل زي السبرينج، فصل من فصول السنة، يبقى ياخد ان. وي جو كواد بايكنج، يعني ركوب دراجات رباعية. وي كان جو كواد بايكنج ان ذا ديزرت، في الصحراء. نهى از اوف هايتس، نهى بتكون خائفة من المرتفعات. نهى از يعني ايه خائفة؟ يعني افريد اوف هايتس. هي جيتس اب قبل الساعة 8، ان اون ات شهور ايام ساعات، ان قبل الشهور والحاجات الكبيره، واون قبل الايام، وات قبل الساعه. هي جيتس اب ات 7 اوكلوك. وين ذا كلاودز ار ريد، لما تكون السحب لونها احمر، ات بتحب الاس، ات مينز. ماشي، احنا قلنا دي عامله زي ايه؟ وين عامله زي ايه؟ زي اف، بيجي بعديها مضارع والناحيه التانيه برضو مضارع، في المضارع مع ات بتحب الاس. When the clouds are red، لما السحب بتكون حمراء، it means there is dust، معناها ان في تراب. If you don't know a word، if مضارع والناحية التانية برضو يا اما مضارع تاني يا اما كان والمصدر. If you don't know a word، لو معرفتش معنى كلمة، you can، كان زائد ايه؟ زائد المصدر، you can look it up. There is many rides to try in the، يوجد ألعاب كتير عشان تجربها في الملاهي. الملاهي يعني theme park، theme park ورايدز يعني العاب. هنا السندنج، سندنج يعني بترسل، بترسل ايه؟ ذا انفيتيشنز. هنا السندنج ذا انفيتيشنز. مازن ويل هانج اب، يعني مازن ويل يعني سوف، هانج اب يعني هيعلق، هيعلق ايه؟ ذا ستريمرز. هانج اب يعني يعلق، ذا ستريمرز يعني الزينه. بليز مي اف يو نيد هيلب، لو سمحت اتصل بيا، ده فعل امر، اتصل، فعل الامر ده بيبقى بدون اي اضافات. بليز كول مي اف يو نيد هيلب. I was born in April 17th 12، هنقول أبريل عشان ده، علشان ده شهر هنحط إيه؟ ماشي، بس ده مش شهر، ده تاريخ. هو بعد أبريل قال لك 17، يعني ذكر اسم اليوم، يعني هنا 17 أبريل 2012، يبقى هو هنا ذكر اسم اليوم. طالما ذكر اليوم خلاص، قبل الأيام أون، وقبل التواريخ برضو أون، لما يكون تاريخ كامل وفي اليوم يبقى أون. I was born on April 17th 2012. What is your brother؟ في هنا is، is خلي بالنا، في هنا is of your brother، يبقى بعديها ing. لو كان في هنا do او does او did يبقى مصدر، يعني فعل من غير حاجه، انما am و is و are يبقى الفعل بعديهم هنا ing. وكمان عندي كلمه at the moment، كمان at the moment دي بتاعت المضارع المستمر، يعني بتحب ال ing. What is your brother doing at the moment؟ are listening، ايه اللي ايه are دي؟ ينفع اقول are I ولا she ولا they ولا هي؟ طبعا they بس اللي بتاخد are. Are they listening to music؟ يعني هل هم بيستمعوا إلى الموسيقى؟ She helping، الفعل في آخره ing، يبقى قبليه إيه؟ يا am يا is يا are. طب she هتاخد إيه؟ هتاخد إيه؟ She isn't helping.
they are going to go quad biking in the desert، يعني هم سوف يذهبون لركوب الدراجات الرباعية in the desert في الصحراء. look now و look و listen و add the moment، كل دي كلمات المضارع المستمر، يعني حط بعد الفعل هحط اما واذا وار وبعديه اي ان جي. بص ده هو بيجري ورا الكلب، he is running after the. how can you make pizza if، انا عندي هو كلمة اف اف اهي، يبقى فعل بدون اضافات. طب ما لقيتش فعل بدون اضافات يبقى هاخد يا دونت يا دازنت. طب يو بتحب الدونت ولا الدازنت؟ لا بتحب الدونت. how can you make pizza، ازاي تقدر تعمل بيتزا if you don't know the recipe، لو انت معرفتش الوصفة. can you up the balloons، يعني هل تستطيع ان تنفخ البالونات. can you blow up the balloons، we need an adult to off the fireworks، احنا محتاجين شخص بالغ علشان يطلق الالعاب النارية. we need an adult to let off the fireworks، we need scissors، محتاجين مقصات to cut the علشان نقطع الخيط. to cut the string، string يعني خيط، انما spring يعني الربيع، في ناس بتتلخبط قوي بين كلمة spring و string. احنا محتاجين مقصات to cut the string. they are riding the roller coaster، هما بيركبوا على الرولر كوستر، على قطار الملاهي. riding on، ركبوا على riding on the roller coaster. we are buying the decoration، احنا we are buying am و is و are ذات فعل ذات ing، يعني حاجة بتحصل دلوقتي، من كلمات المضارع المستمر كلمة ايه today يعني الآن. we are buying the decoration today. read and complete the text with the words in the box. brains longer concentrate have forget. brains يعني مخ، longer يعني أطول، concentrate يعني يركز، have forget يعني ينسى. if you want، if معناها لو، you want، خلي بالنا احنا قلنا ان if بيجي بعديها مضارع بسيط يعني فعل من غير اي حاجة او فعل في اخره اس، اهي وانت جاي فعل من غير اي حاجة عشان بعديه قبليه يوم. if you want to study hard، لو انت عايز تذاكر كويس، you should follow these steps، يجب ان تتبع هذه التبس، تبس يعني قواعد. study for about 30 minutes، ذاكر لمدة 30 دقيقة، but no، ولكن ليس اكتر ولا أطول، but no longer، but no longer. ماشي. if you try to study 4 hours، لو انت حاولت ان انت تذاكر لمدة ساعات without a break، without يعني بدون راحة، you can't، مش هتقدر ان انت تركز. يعني ايه تركز؟ you can concentrate، you can concentrate، concentrate مش هتقدر تركز. when you، sorry، you can't concentrate. when you regular breaks، لما بتاخد فترات راحة منتظمة. when you have regular breaks، لما بتاخد فترات راحة منتظمة. that help you more، ده بيساعدك أكتر. it is also better to study at the same time each day، تذاكر كل يوم في نفس الميعاد. even on Friday، حتى يوم الجمعة and Saturday. people's not work is hard، انما انت تنظم مواعيد مذاكرتك. people's brains، مخ الناس بيشتغل احسن. people's brains work is hard، people's brains work is hard if they have a regular routine. بعد كده tray يعني صينية، eat يأكل، temperature يعني درجة الحرارة، stir يعني يقلب، flat يعني شقة. this is salt loaf، دي recipe، وصفة عجينة الملح. heat the oven on a low، يعني سخن الفرن على درجة حرارة منخفضة، on a low temperature. mix the flour، اخلط الدقيق and the salt in a large bowl، اخلط الدقيق والملح في large bowl. add a little water، اضف مياه قليلة. then a little more، ايه
زين a little more، يعني حبة في حبة، يعني حط مية قليل وبعدين أكتر. وبعدين زي ميكستشر استر، زي ميكستشر استر زي ميكستشر، يعني قلب الخليط until it starts to form a ball، لحد ما يبدأ يكون كورة. put the ball of enough on a، حط البولة دي حط الكورة دي on a، on a tray، في صينية، on a tray surface and work it into the shape you want، واعملها بالاشكال اللي انت عايزها. you can roll it flat، ممكن تخليها مسطحة and cut out into numbers، وتقطعها تخليها ارقام or letters او حروف. put your finished items on a baking، سوري، معلش الحتة ده تاني. put the ball of the dough، حط كرة العجينة on a flat surface، شكرا، in a flat surface يعني سطح، سطح flat يعني مستوي، flat surface، flat surface أنا قلتها حاجة تانية ده، flat surface and work it into the shape، واعملها أشكال you want. you can roll it flat، ممكن إن أنت تخليها فلات مسطحة and cut out into numbers، وتقطعها numbers يعني أرقام or letters. put your finished items، وبعدين حط الأشياء اللي أنت انتهيت منها on a baking tray، في صينية للخبز and bake it in oven for 3 hours، واخبزها في الفرن لمدة 3 ساعات. helpful يعني مساعد أو متعاون، neighborhood يعني الحي، clean يعني ينظف، weekends يعني عطلة نهاية الأسبوع، eat يعني يأكل. أحمد and أيمن are friends، أحمد وأيمن أصدقاء، on the في عطلة نهاية الأسبوع، on the weekends they they visit، هما بيتزوروا أحمد، they visit أحمد the grandfather، بيزوروا جد أحمد، they help to بيساعدوا إن هما to clean the street، بيساعدوا في تنظيف الشارع and water the trees، وسقي الأشجار in the neighborhood اللي في الشارع. there are many volunteers، يوجد كثير من المتطوعين، they are very، هم بيكونوا very helpful يعني متعاونين، they sometimes grow more new trees. family يعني الأسرة، presents يعني هدايا، birthday أعياد ميلاد، language يعني لغة، candles يعني شموع. birthdays يعني أعياد الميلاد، birthdays are celebrated، بيحتفل بيها all over the world، في جميع أنحاء العالم. what do we do in Egypt، بنعمل إيه في مصر؟ we usually make، عادة بنصنع make إيه؟ birthday cakes يعني تورت لعيد الميلاد for our children، we put candles on them، نحط عليها شموع to show، حتى نظهر their age، عمرهم. we often have parties، عادة بنعمل حفلة with our family and friends، مع أسرتنا وأصدقائنا. the children usually، الأطفال عادة بيحصلوا get يعني بيحصلوا على presents، هدايا أيضا. جيس يعني مقاوس، with exhibit ancient يعني القديم، تشيز جبنة، festivals يعني احتفالات. paintings from ancient Egypt، الرسومات من مصر القديمة، shows that بتظهر أن people at this time took care of their bodies، إن الناس في الوقت ده، في وقت المصريين القدماء، take care، كانوا بيهتموا بذير bodies بأجسامهم، and ate very well، وكانوا بياكلوا جيدا جدا. most people in ancient Egypt، يبقى أول واحدة كلمة إيه؟ ancient، معظم الناس في مصر القديمة، most people in ancient Egypt، معظم الناس في مصر القديمة مالهم بقى؟ only ate a little meat، كانوا بياكلوا لحمة قليلة. they usually eat meat، عادة كانوا بياكلوا اللحمة at festivals، في الأعياد. they probably ate a few fish، وكانوا بياكلوا قليل من السمك، and birds with tour like ducks، زي البط، geese يعني الأوس، and chickens، والفرق والدجاج. they also ate، أيضا كانوا بياكلوا some eggs، بعض البيض، and cheese، والجبن، from cows or goats. mini forest، mini forest الغابة الصغيرة، is an organization، هي منظمة. it plants small، بتزرع small a of trees، بتزرع small areas of trees يعني مناطق صغيرة من الأشجار، in the middle of our cities، في وسط المدينة بتاعتنا. these special green areas، هذه المناطق الخضراء المميزة، help people enjoy nature، بتساعد الناس على الاستمتاع بالطبيعة. people who work in this organization، الناس اللي بيشتغلوا في المنظمة دي، always work hard، عادة بيعملوا باجتهاد،
to find the best حتى يجدوا the best. The best ايه؟ urban location، يعني احسن موقع حضري في الحضر. the most urban location for our forests، للغابات دي. where ريبل اوربن معناها حضري، يعني في المدينه، مواقع جوه المدينه عشان يعملوا الفورست الغابات دي. وير بيبل حيث يستطيع الناس، اند نوت نيد نيتشر مور. وير بيبل اند وايلد لايف، والحيوانات البريه او الكائنات البريه، نيد بيحتاجوا نيتشر موست، بيحتاجوا الطبيعه اكتر. فانتسي يعني خيال، شوز يعني عروض، رولر كوستر قطار الملاهي، ماتشز يعني ماتشات، سربرايز يعني مندهش أو مفاجأة. Today is my birthday، النهاردة عيد ميلادي. And guess where I am، خمن كده أنا فين. I am with my family for my special birthday surprise، أنا مع أسرتي عشان مفاجأة عيد ميلادي. At the carnival في الملاهي. It is an amazing place، هي مكان ممتع. When you arrive at the park، عندما تصل إلى الملاهي، you are suddenly in a world of، فجأة بتلاقي نفسك في عالم من فانتسي، في عالم من الخيال. It is exciting، إنه رائع. There is a lot to see، يوجد كثير لرؤيته. And do here، there are amazing rides to try، يوجد ألعاب رائعة عشان تجربها، like the roller coaster، مثل الرولر كوستر، and the theaters، والمسارح. Where you can watch، حيث تستطيع أن ترى شوز يعني العروض. There are places to eat and stores، يوجد كثير من الأماكن عشان تاكل، and stores ومحلات أيضا. فاونتين يعني نافورة، فيلدس يعني حقول أو ملاعب، أريا يعني منطقة، بنشز يعني بنش يعني مقاعد، بريك يعني فسحة. This is the west court، هذه west court. It's a large open area، هي منطقة كبيرة مفتوحة. Where students have break، حيث يستطيع التلاميذ ان هم يحصلوا على بريك يعني الفسحة. There is a playground، يوجد ملعب، and playing field، وحقل ملعب كرة قدم. There are also benches، ويوجد ايضا benches يعني مقاعد، to sit on، عشان نقعد عليها. Under the street، under the trees، تحت الاشجار. And a water fountain، و water fountain يعني نافورة مية. If you feel thirsty، عشان لو حسيت ان انت عطشان. Children can also grow plants، الأطفال أيضا ممكن يزرعوا النباتات. with Mr. Mahdi، مع مستر مهدي. He is the teacher who helps in the garden، هو المدرس اللي بيساعد في الجاردن، في الحديقة. Number 9، dry يعني جاف، fascinated يعني مندهش، dunes يعني كثبان رملية، wind يعني رياح، move يعني يتحرك. ماركو باولو was 21، ماركو باولو كان عنده 21 سنة. when he went into the Gobi Desert، عندما ذهب إلى صحراء جوبي for the first time، لأول مرة. he was fascinated، كان منبهر، by the sand dunes، بالكثبان الرملية. which moved with each step the camels made، كانت بتتحرك مع كل خطوة الجمال بتعملها. some of the dunes، بعض الكثبان، were 60 meters tall، كان ارتفاعها 60 متر، and 20 meters long، وطولها 20 متر. Their shapes يعني أشكالهم were always changing، كانت بتتغير. The نقط made them move، the wind الرياح، the wind يعني الرياح، made them move، كانت بتجعلهم يتحركوا. And roll ويلفوا، like huge yellow waves، كأنهم موجات ضخمة يلو صفراء. In fact، في الحقيقة، the local people called the Gobi Desert، الناس المحليين كانوا بيسموا الجوبي ديزرت زي نقط سي، ذا دراي سي يعني البحر الجاف، in the language. water vegetables clean cell community، أحمد and محمود work in a community، أحمد ومحمود بيشتغلوا in a community garden يعني في مجتمع محلي. on the roof of an apartment block، على سطح apartment block، على سطح apartment block يعني عمارة سكنية. they grow vegetables and fruits، يبقى ناقص هنا كلمة ايه؟ vegetables يعني خضروات، هما بيزرعوا vegetables يعني خضروات، and fruit وفواكه، for people in the local area، للناس اللي في ال local area يعني المنطقة المحلية. and sometimes they them too، أحيانا بيبيعوهم أيضا، they sell them too. أحمد and محمود think the، أحمد ومحمود بيعتقدوا the نقط is a good idea، بيعتقدوا أن الكوميونيتي is a good idea، فكرة جيدة.
بيكوز ذا بلانتس هيلب تو، لان النباتات بتساعد تو كلين ذا اير، بتساعد في تنظيف الهواء. بريكس، بريكس يعني الفسحه، بريكس اب يعني معناها يكسر، كونسنتريت يعني يركز، داون يعني نشوف كده. We should study for about 30 minutes، يعني لازم نذاكر حوالي 30 دقيقة. We can't concentrate، مش هنقدر ان احنا نركز. We can't concentrate if we study 4 hours، لو احنا ذاكرنا لمدة ساعات. We work more when we have regular، احنا بنشتغل افضل when we have regular breaks. كلمة breaks كده لوحديها، لما بيكون عندنا فترات راحة منتظمة. It's good to write، ومن الأفضل إن أنت write down. write down يعني يكتب، write down مش write up. It's good to write down what you want to do in each time in your study. You should also eat a healthy meal، لازم تاكل healthy meal يعني وجبة صحية.